السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد الأنصاري. طبعا في كثير منا يستخدمون الفيسبوك، والأكثرية يستخدمون الفيسبوك كحساب جديد للعبة جديدة. مثلا تنزل لعبة، بدل ما تسوي حساب جديد للعبة تدخل عن طريق الفيسبوك وياخذ حسابك وياه، وتطلع على أصدقائك اللي يستخدمون نفس اللعبة. لكن في شيء مزعج في الموضوع هذا، الإشعارات اللي توصلك حق الانفايتس. حد نزل لعبة انت مش منزلنها، توصلك رسالة انه والله فلان يسوي لك انفايت على لعبة فلانية، وهالشي جدا مزعج. واذا تبى توقفه تدخل الفيسبوك خيارات وتنزل تحت للأكاونت سيتنج، وتروح لين الأبس اللي تحت، وتختار بلاتفورم تدخل عليه وتسوي هالاختيار نو اللي هو جيم انفايتس اند ابس نوتيفيكيشنز، تسوي له نو وترجع. هاي طبعا بتم اون، بس هاي موضوعها ثاني، انك يعني ما زلت تقدر تدخل الألعاب عن طريق الفيسبوك، فعادي يعني. وترجع وبعدين تروح وين الاشعارات، تشوف حتى الأشياء القديمة شلها، وإن شاء الله ما تستقبلهم مرة ثانية. وشكرا لاستماعكم.